السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندرج الفلافل ضمن الأطعمة المستهلكة بوفرة في بلدان عالمنا العربي نتيجة لمذاقها اللذيذ وعناصرها الغذائية المهمة، إذ باحتوائها على كميات عالية من البروتين فهي تدعم بناء العضلات والحفاظ على كتلتها، أما بوفرتها على مستوى الحديد فهي تقي الجسم من فقر الدم. وأخيرا ما يهم السكري، فإن مؤشرها وحملها الجلايسيميان المنخفضان يضمان هذه الأطعمة المفيدة لمرضى الداء. من أجل هذا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من الفلافل، فينصح بتناول حبة إلى حبتين مشويتين منها، أي حوالي 60 غراما ترفقها للسلطة خلال حصة واحدة في اليوم. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الفلافل، وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.